للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي. سيد مجدي، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أتوجه إليك مباشرة، بعد ساعات من التزام الأطراف من الهدنة، إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الالتزام؟ صباح الخير، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. إعلان الجيش والتزامه بالهدنة هو دلالة كبرى على فرض سيطرته على كافة المحاور داخل ولاية الخرطوم وخارج ولاية الخرطوم. الآن الجيش كأنما شعاره الإنساني قبل العسكري. الآن تحقيق أهداف الهدنة الإنسانية، الجيش يقدمها على تحقيق أهدافه العسكرية. هذا بالطبع لا يعني تفريطه أبدا، سيضع عينه على تحركات ميليشيا الدعم السريع المندحرة، لأنه في كل الهدن السابقة هي ما كانت تستغل وتحاول أن تستفيد من الهدنة بإعادة تموضعها أو بمحاولات الهجوم على بعض المواقع. عموما كما أكد، الجيش الآن يفرض سيطرته التامة، وبذلك يقول للمجتمع الدولي أنه مستعد، لأن الجيش السوداني لولا فرض سيطرته لما استطاعت البعثات الدبلوماسية والدول من إجلاء رعاياها من السودان عبر المطارات وعبر الأجواء التي يسيطر عليها سيطرة تامة. وبذلك الجيش يضع أيضا الآن نقاط إيجابية بعد أن وضع نقاط إيجابية في تعامله الاحترافي مع هذه الميليشيات التي حاولت أن تحتمي بالمدنيين وتجعل منهم سواتر بشرية وتحتمي بالمباني، وللأسف الشديد أيضا تحتمي بالمرافق المهمة كمحطات الكهرباء ومحطات المياه. الوضع طبعا كما هو معلوم الآن، هذه الحلول من الميليشيات المنتحرة أصبحت مقطوعة من قيادتها بعد أن منذ الساعات الأولى ضربت منظومات القيادة والسيطرة ومنظومات الإدارية، وتم احتلال مقارها وتحييد مقار أخرى خارج العاصمة، وأصبحت الآن هي بلا مدد وبلا عون، وإنما صارت يعني أغلبها عبارة عن عصابات اعتدت على المحال التجارية، وللأسف اعتدت برضو على بعض المحال. وخشينا في اليومين السابقين أن تكون بعض هذه المجموعات من الحلول قد بدأت تقود حرب قذرة، لأن بعضها يعني هاجم المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء في أم درمان. عدد من محطات الكهرباء تم تدميرها بواسطة هذه القوات التي أصبحت تهيم على وجهها. لكن نعتقد أنه الجيش الآن بحمايته لهذه الهدنة، هناك نطاق واسع جدا من ولاية الخرطوم، خاصة في مدينة الخرطوم نفسها، في أم درمان الشمال، في بحري، بدأت تدب الحياة وبدأت الأسواق تنتعش، وبدأت حركة ناقلات الوقود إلى محطات الوقود خاصة في أم درمان، في شمال أم درمان وشمال بحري وفي شرق الخرطوم، حيث بدأ تمويل السيارات بالوقود. لكن كما نعلم مثل هذه الجيوب ربما تحتاج إلى نوع معين من التكتيك ومن العمليات الحربية حتى لا يتضرر المواطنين بالدرجة. نعم، لأن هذه الاشتباكات تدور في مناطق مأهولة بالسكان، فهذا يعرض المدنيين للخطر كما يقول الجيش السوداني. لكن إذا أردنا أن نعرف أكثر عن تموضع ميليشيا الدعم السريع الآن، أين هي؟ عددها كم تقريبا؟ هل هي تسيطر على أماكن حتى وإن كانت خارج الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، فأين هي تقع تحديدا أو تتمركز، أو أنها تملك قدرة على المواجهة مرة أخرى مع الجيش السوداني؟ نعم، حسب ما ورد إلينا من تقارير ومن استقصائنا واتصالاتنا حسب الجانب العسكري والإعلام العسكري، لم تعد ميليشيات الدعم السريع في مدينة الخرطوم. طبعا تعرف ولاية الخرطوم هي مكونة من ثلاثة مدن. في مدينة الخرطوم انحسروا الآن في مناطق شرق الخرطوم. الآن كل المناطق الحيوية مثل مطار الخرطوم الآن يستعصي عليهم محاولات إعادة الهجوم على القيادة العامة. مركز الخرطوم الآن أصبح تقريبا فارغا
بسطت القوات المسلحة سيطرتها تماما على الأسطح والبنايات التي كانوا يتمركزون فيها ويعني يضعون فيها القناصين. في مدينة بحري تم تنظيف كامل منطقة المظلات أو منطقة شنبات، واستلمت القوات المسلحة كوبري شنبات ووضعت يدها على معسكر شنبات الذي كان يعني يسيطر عليه الدعم السريع، وحمت الآن المواطنين من هجمات الحلول في مناطق الصبابي ومناطق شارع السيد علي. كانت هناك مآسي، دخلوا على البيوت وكسروا البيوت واحتلوا بعض البيوت. الآن كل هذا تم تنظيفه، منطقة حلة حمد كذلك منطقة صغيرة لأنها هي تحتمي في محطة مياه بحري خوفا من قصف الطيران، خوفا من الهجوم، لكن كما قلت القوات المسلحة تقدم في هذه الحالات الإنساني على العسكري وحتى لا تتدمر المباني. بعض النقاط في أم درمان خرجت هي من الإذاعة والتلفزيون هايمة على وجه هذه الفتيات نحو مناطق جنوب أم درمان، محصورة الآن في مناطق جنوب غربي أم درمان، وبعض بعض الارتكازات في شارع العرضة، لكن هي شبه محاصرة تماما في هذا الشارع وتحت نظر القوات الجوية وتحت نظر القوات المسلحة. أعتقد هذا يدل على أن القوات المسلحة تشتغل بالمراحل وبالأولويات، بعد مدينة الخرطوم وبعد مدينة بحري أعتقد المرحلة القادمة هي على مدينة أم درمان ليتم كامل النظافة والتطهير لهذه المناطق. ربما يفسر البعض سيد مجدي بأن هذا الهدوء هو هدوء حذر يسبق عاصفة، ربما من خلال استعادة ميليشيا الدعم السريع لقوات وتعزيزات من خارج المدن الرئيسية، فكيف تفكر هذه الميليشيا وطريقة تفكيرها في الفترة القادمة؟ الآن ميليشيا الدعم السريع لا تخوض أي حرب مفتوحة ولا تقود أي حرب لتحقيق أهداف تكتيكية أو أهداف استراتيجية، لأنه قلنا منذ البداية هي فقدت منظومة القيادة والسيطرة. ربما قادت هذه المجموعات هم الذين يتصرفون وحدهم. كان هناك بعض المحاولات لتحريك بعض القوات من خارج ولاية الخرطوم في مناطق نائية حتى ليس في رئاسات الولايات، مثل الذي حدث أول أمس أن هناك رتل تحرك من منطقة ودبندا، لكن كان هو متابع من القوات الجوية وتم تدميره. كان هناك أيضا رتل صغير في جهة موازية تم التعامل معه. كل محاولات فرفلة المذبوح التي كانوا يحاولون إنقاذ الموقف. الآن أنا أعتقد من ناحية عسكرية الأمر الآن يمكن أن نقول هو تحت سيطرة القوات المسلحة، بقي التنظيف والإعلان، لكن الآن الحركة السياسية لأن الظهير السياسي لهذه القوات في المجلس المركزي بدأ يشتغل بالتكتيكات الإعلامية لمحاولة خلق منطقة رمادية، حينما يتحدث الناس عن الحوار ويتحدثوا عن الهدن ويتحدثوا عن المواقف الإنسانية المطلوبة، بعض الناس يحاولوا أن يدخلوا أجندة الحوار السياسي. أنا أقول لك وأجزم لك أن لا حوار سياسي الآن، لأن هذه القوة التي كانت تتبع للجيش وتمردت عليها تم حلها وتم تدميرها. لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل يوم السبت 15 أبريل يتحدث الناس في أي مواضيع سياسية وأن تضع رأسها برأس القوات المسلحة التي هي حامية الوطن وهي المؤسسة الرسمية. هذه النقطة أريد أن أشير إليها، أن الآن على المجتمع الدولي مثل ما فعلت بعض الدول عليه أن يقر ويعترف تماما بشرعية القوات المسلحة الدستورية، وذلك إذا لم يتم يعني بدأ التعامل مع مثل هذه الميليشيات أنها توازي القوات المسلحة. هذا يعني ضوء أخضر لكثير من الميليشيات في المناطق، خاصة القوات أو خاصة الجماعات الإرهابية، أن تحذو حذو هذه الحلول وتضع رأسها برأس الجيوش المنظمة والجيوش الدستورية، وهذا أعتقد مرفوض تماما من دول المنطقة ودول الإقليم، وهذا لن يسمح به أبدا. لكن يجب أن نمسح هذه المنطقة الرمادية ويكون الآن موقف الدول وموقف المنظمات الدولية والأمم المتحدة والدول الكبرى هو الاعتراف بشرعية المؤسسات الدستورية في السودان، لأن هذا هو القانون الدولي وهذا هذه هي القوانين وهذه التساتير التي تحفظ أمن المناطق وأمن الشعوب. لم يعد أمن الدول فقط يهم الدول، لأن هناك انعكاسات سالبة كثيرة تكون
في الـ في الـ في الاقاليم وعن جيران الدول التي فيها بعض الاعمال الفوضويه، وراينا ذلك في ليبيا. لكن سيد مجدي نعم. هناك هذه المنطقه الرماديه التي تقول ان البعض يحاول ان ينتظر ما الذي ستؤول اليه الامور في الميدان على واقع الارض حتى يتم الحديث بشكل مباشر مع الجيش السوداني او القوات المسلحه السودانيه. هناك ما زال البعض يتعامل مع ميليشيا الدعم السريع، سواء اذا كانت من خلال الدول التي تملك علاقات، سواء من خلال اقتصاديه او غيره مع الميليشيا. لكن ابقى معي سيد مجدي، يبدو أن هناك الهدوء الحذر الذي تحدث عنه السيد مجدي يبدو أنه كسر الآن من خلال هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من العاصمة السودانية الخرطوم، ونسمع الآن دوي إطلاق نار على الشاشة مباشرة كما نقول لكم مشاهدينا الكرام. يبدو أن سيد مجدي عاد مرة أخرى سماع دوي إطلاق النار في العاصمة، بما تفسر ذلك؟ نعم، أنا كما قلت لك القوات المسلحة هي عينها على الهدنة وعينها على تحركات هذه الميليشيات، وهي عادة ما تكسر هذه الهدنة، يعني ليس كسر الهدنة بإطلاق الرصاص فقط، إنما إعادة الطموح واستعداد الهجوم يعتبر كسر للهدنة، وحينما تنطلق الطائرات لمراقبة الجو هم يحاولون إطلاق الرصاص أو المضادات نحو الطائرات، وبهذا يعني يكون هناك تحرك وإعادة تموضع وسماع لإطلاق الرصاص، ويعني الهدنة أصلا هي هشة، وذلك أعتقد أنه يعني يكون في مناطق محددة، لكن كما قلت لك في مناطق واسعة جدا خاصة في مناطق شمالية برمان وشمالية بعدي بدأت الحياة تعود وتدب فيها، خاصة أنه مثلا المستودعات الكبيره للنفط وكذا كلها في مناطق امنه في شمال البحري، وهي بدات تمد النفط لمحطات الوقود في هذه المناطق. انا اعتقد انه هذه الميليشيات المنفصله الان تماما عن قيادتها لا تستطيع من ناحيه اخلاقيه او من ناحيه اداريه ان تتحكم في هدنه او تحتفظ بهدنه، وانما تنتهي الفرصه لمزيد من المحاولات الإيرانية. الجيش السوداني فتح لها الباب أنها تنضم إليه أو أنها تسلم نفسها، ولن يكون هناك حساب لهؤلاء، فلماذا هذه أو البقايا من ميليشيا الدعم السريع ما زالت تختبئ في عدد من المناطق، وكما نرى في الصورة هي في قلب الخرطوم في قلب العاصمة؟ نعم، هذا سؤال جيد وهذا يعني حديث جيد. الجيش هناك بعض الأعمال يستطيع أن ينجح فيها من غير السلاح، وهي مثل النداء الذي وجهه إلى هذه القوات أن تستفيد من العفو، ثم الاتصالات التي جرت مع القيادات الأهلية لتتحاور مع قواعد الدعم السريع، وهذا أقول لك وأجزم كان هناك نجاح كبير جدا في استعادة عدد كبير من القوات وعادوا إلى أهلهم، وأكبر دليل على ذلك أن هناك مجموعة من عشيرة المتمرد حميتي اشتبكت مع مجموعة كبيرة من عشيرة أخرى من أبناء عمومته، تواصلت مع القوات المسلحة وحاولت أن تسلم أسلحتهم، هاجموهم حتى لا يحدث ذلك، وبالعكس حصل بينهم هجوم واشتباك داني جدا، يعني جعل القوات التي تريد السلام تنتصر عليهم، وبذلك نعتقد أن هذه الخطوات كانت أيضا في جعل أعداد كبيرة جدا من الذين غرر بهم وإدخالهم في هذه المحرقة التي لا يعرفون أيضا لها هدف، هم لا يعرفون حتى ماذا يريد قائد هذه الميليشيا وما هي أهدافه وما هي أحلامه السياسية فقط. أكبر دليل على ذلك في بعض المعسكرات تم توقيف حوالي 2000 جندي، وحينما تم التحقيق مع الضابط من أين أتيت؟ قال أتيت من المنطقة الفلانية، ولماذا أتيت؟ قال نحن قوات أبلغنا بأننا ذاهبون إلى السعودية،
حتى هم لا يعرفون الى وجهتهم اين يعني يذهبون الى اليمن ام الى السعوديه او الى اذا تقصد انه لا يوجد انفسهم نعم انه لا يوجد تخطيط او حتى رؤيه من قبل هذه الميليشيا لما تقوم به في السودان بشكل عام، حتى انها بدات تظهر اشتباكات في المنطقة الشرقية في دارفور وغيرها من المناطق الأخرى، أم أن المسيطر الأساسي هو المسيطر الفكري القبلي؟ وإذا كان هذا هو الفكر المسيطر على هذه الميليشيا، فلماذا لا تعلن بقية القبائل في هذه المنطقة تحديدا الانتماء أو الدعم المباشر إلى القوات المسلحة السودانية؟ حسب ما يعني ما اطلعنا من تواصل عدد كبير من الزعماء ونسميهم الضفار القبائل، اعتقد سيعلن قريبا جدا في بيانات عن انحياز او اعلان كثير جدا من النظار انحيازهم من القوات المسلحه ودعوه ابنائهم للخروج. هناك قبائل يعني مختلفه تم تجنيد بعض الجنود في قوات الدعم السريع لاغراض اختصاصيه تعدين الذهب، يعني يذهب بهم الى مناطق تعدين الذهب يحرسون او يعملون في تعدين الذهب او السودان لحمايه حدود بعض الدول. هذه كثير من المغريات، هذه طبعا ليست عقيده عسكريه. لذلك انا اعتقد انه لا دافع يعني لا دافع وطني لبقيه الحلول للدعم السريع ليقودوا هذه الحرب، غير انهم فقط غرر بهم الى مصالح ومصانع ومكتسبات. سريعا سيد مجدي، سريعا إذا تكرمت، هذا يدعونا إلى سؤال المكون الرئيسي لهذه الميليشيا. ما هو المكون الرئيسي لهذه الميليشيا حتى نفهم طريقة تفكيرها؟ يعني المكون الرئيسي طبعا لهذه الميليشيات هو مكون قبلي مكون قبلي، وحتى داخل هذه القبيلة ليست كل القبيلة، إنما هي كما نسميها عشيرة أو نحن بنسميها خشم بيت في السودان، خشم بيت إحدى القبائل. لذلك الان نحن يعني حسب الاستقصاء وجدنا ان هذه العشيره التي ينتمي اليها قائد الدعم السريع، لان لديها سبحان الله وهي حتى داخل قوات الدعم السريع تتمتع بامتيازات لا تجدها القوات الاخرى او بقيه القبائل من حيث العتاد والعربات والتدريب والتسليح والاموال، وهذا ايضا يعني جعل هناك غبن كبير وغبن كثيف وكثير بين هذه العشيره وبعض العشائر الاخرى. يعني هذه المحاولات الانتحاريه المستميته تقوم بها بعض افراد هذه العشيره فقط. لذلك كان الذكاء في ان القوات المسلحه وجهت النداء لكل هذه القواعد وقالت نعم. انتم مواطنون سودانيون نعم. وانتم في النهايه كنتم تتبعون الى كيان عسكري يدفع للدوله السودانيه وتلقى مرتبات من الدوله السودانيه، يمكن ان نحتفظ لكم بالفعل هذه الميزات، والقوات المسلحة لها القدرة على صياغة كل الأفراد في مؤسساتها ووحداتها وفرقها العسكرية. وهو ما دعت له القوات المسلحة في العديد من البيانات السابقة. شكرا جزيلا لك السيد مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.